أهلا بكم من جديد. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بمناسبة إشهار فريق البحرين ميريدا للدراجات والذي أقيم في وقت سابق من اليوم. وفي بداية اللقاء قدم سمو الشيخ ناصر إيجازا إلى جلالة الملك المفدى حول الأهداف التي أنشئ من أجلها الفريق الذي سيشارك في العديد من البطولات المختلفة والاستراتيجية الخاصة بالفريق، إضافة إلى الخطط والتوجهات التي تعنى بالارتقاء بهذه اللعبة حول العالم وباسم ميريدا البحرين في أكبر حملة ترويج للفريق البحريني. وقد بارك حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إشهار هذا الفريق الذي يعد الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط والذي يقوده سمو الشيخ ناصر بن حمد، ويضم عددا من الأبطال العالميين المحترفين من ذوي الخبرة على مستوى هذه الرياضة، كما تمنى جلالته لهم كل التوفيق وأعبر حفظه الله عن سروره بهذا اللقاء. وقال جلالته: إننا واثقون من أن هذا الفريق سوف يضع بصمته على الخريطة الرياضية. وشكرهم جلالته على اهتمامهم بمملكة البحرين، وقال: إن ما تقومون به من جهد طيب هو شيء عظيم في صالح المملكة باعتباركم شخصيات رياضية مرموقة من دول مهمة. وأثنى جلالة الملك المفدى على هذه الخطوة الموفقة من قبل سموه الشيخ ناصر بإشهار هذا الفريق الذي عكس اهتمام سموه بمختلف الرياضات وتنويعها وتشجيع شباب البحرين على المشاركة فيها تعزيزا لدور المملكة وتواجدها على الخارطة الرياضية العالمية. كما أعرب جلالته عن شكره للرعاة الرسميين لفريق البحرين ميريدا للدراجات على تعاونهم المثمر لتحقيق كل التطلعات المنشودة، متمنيا جلالته لسمو الشيخ ناصر وفريق أعضاء البحرين ميريدا للدراجات كل التوفيق، كما شكرهم جلالته لتواجدهم في مملكة البحرين. Thank you.
honesty, first of all, it was a dream come true. You taught us how to think big, how to put a vision, and to work towards it. Alhamdulillah, the idea of creating a cycling team, not just a normal cycling team, but a professional cycling team that would join the World Tour and not just be amongst the teams, but also to compete in many big races, tours, and classic races as well. So, me and my colleagues over here, Your Majesty, are now here. This is Team Bahrain Marina, and this is the core of the team. Those cyclists over there, Your Majesty, are the ones who are going to be cycling, competing, and raising the flag all over the world. So we have high hopes for them. All of the team and management will be providing them everything they need, and inshallah, we will be participating in all of the UCI races. Last but not least, Your Majesty, I would like to thank our sponsors because we presented them the idea and they said okay, and we went forward. If they declined, we would have just continued dreaming about this team, Your Majesty. Alhamdulillah, many thanks to them. They made our dream come true, and it's all one effort, Allah tol amrak, that everything now, all what we see here is inshallah a way forward to success. Thank you very much. Thank you, Your Majesty.